كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات في هذه الليلة، وهذا هو يوم الأحد 22 من شهر ذي الحجة من عام 1434 للهجرة، وهذا هو الدرس 24 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 685 للهجرة. وقد كنا وصلنا في اللقاءات السابقة إلى تفسير الآية 22 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، والآية التي قبلها وهي قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأظن وقفنا عند قول الإمام البيضاوي: والسماء بناء قبة مضروبة، فلعلك تتفضل وتقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي نعم. البيضاوي طبعا تكلم على الآية من أولها، وقد تحدثنا عن هذا في اللقاء الماضي في قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. وهذه مرتبطة هذه الآية بالآية التي سبقتها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فهي صفة ثانية كما قال البيضاوي هنا، فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا صفة ثانية، وتحدثنا عن هذا. ثم قال: والسماء بناء معطوفة عليها، قال: أي قبة مضروبة عليكم. ثم تحدث عن معنى السماء في اللغة، فقال: والسماء اسم جنس يقع على الواحد والمتعدد كالدينار والدرهم. واسم الجنس هو الاسم الذي يدل على جنسه، سواء يعني يدل على الواحد والمثنى والجمع دلالة واحدة، كما تقول مثلا القوم. القوم لا مفرد له من جنسه، أليس كذلك؟ وإنما مفرده رجل أو امرأة. والسماء أيضا هو اسم جنس يدخل على، يعني يطلق على الواحد والمتعدد، فهذا هو اسم الجنس. وقيل جمع سماء، هذا قول في أن السماء جمع وأن مفردها سماء، هذا قول ولكنه قول ضعيف، ولذلك ذكره البيضاوي بصيغة التمريض فقال: وقيل. وهذا منهج من مناهج العلماء، ولا سيما في المختصرات العلمية، أنهم يحرصون على اختصار الكلمات فيحسبونها بالحرف. وفي التفسير خصوصا هناك صعوبة في الاختصار، لأن التفسير يدور حول القرآن، ولذلك المختصر في التفسير كما يقولون هو أن يكون ضعفي اللفظ القرآني، والمتوسط أن يكون ضعفيه. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا يعتبر من الكتب المتوسطة في التفسير، وليس من المختصرات بالشكل يعني الدقيق. قال: والبناء مصدر، يعني والسماء بناء، يعني جعل الله سبحانه وتعالى السماء بناء، فهي مفعول به ثاني. قال: البناء مصدر سمي به المبنى، سواء كان بيتا كان أو قبة أو خباء، فيقال هذا البناء، يقال هذا للخيمة، ويقال هذا بناء للمسجد، ويقال هذا بناء للبيت، فهو مصدر.
ومنه بنى على امرأته، العرب تقول بنى فلان بامرأته أو بنى على امرأته إذا تزوج، وذلك لأنهم كانوا إذا تزوج الرجل فإنه يبني لزوجته الجديدة خباء أو خيمة جديدة، فجعل هذا كناية عن تزوجه منها. قال لأنهم كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خباء جديدة. وهذا في الحقيقة الذي يتكلم عنه البيضاوي هنا هي يعني نظرية من نظريات العلم اللغة المهمة جدا لطالب العلم، ولا سيما في الدراسات القرآنية وفي التفسير خصوصا، وهي ما يسمونها نظرية الدلالة. نظرية الدلالة هذه يجب على طالب العلم أن يقرأ فيها ويتوسع فيها، وأنصح بقراءة في كتاب مثلا كتاب علم الدلالة للأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر. كتاب علم الدلالة يتحدث فيه عن دلالة اللغة وكيف تتوسع وكيف تضيق أحيانا. فمثلا هنا السماء، نحن اليوم عندما نقول أمطرت السماء أو انظر إلى السماء نحن نقصد بها السماء هذه التي فوقنا، القبة المجعولة على الأرض، أليس كذلك؟ لكننا عندما ننظر في الدلالات اللغوية نجد أن العرب تسمي السحاب سماء، وتسمي المطر الذي ينزل من السماء سماء أيضا، بل وبعض العرب وبعض الشعراء يسمي النبات الذي ينبت بسبب المطر الذي ينزل من السماء يسميه سماء. ولذلك يقول حسان رضي الله عنه يقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل المطر بأرض قوم فنبتت رعيناها. كيف تنتقل هذه الدلالة؟ كيف تتغير هذه الدلالة؟ كيف انتقلت دلالة السماء من السماء التي نعرفها إلى سماء البيت؟ سقف البيت يسمى سماء، والسحاب يسمى سماء، والمطر الذي ينزل يسمى سماء، والنبات الذي ينبت من أثر المطر الذي نزل من السماء يسمى سماء. فانظروا إلى هذا التطور الدلالي للفظ الواحد، وهذه مهمة جدا في فهم القرآن الكريم. ولذلك نحن عندما نقول والسماء بناء هنا فنقصد المقصود بالسماء في الآية هي السماء، هذه السماء التي ضربت قبة للأرض، لأنه جاء في مقابلها بذكر الأرض، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فلا يمكن أن نقول أن المقصود بالسماء هنا السحاب، ولا نقول المطر، ولا نقول قبة البيت، ولا نقول النبات، وإنما نقول السماء هي القبة المضروبة عليكم، أي المضروبة المعروفة. هذه الفكرة موجودة في كثير من الكلمات في القرآن الكريم، تجد أن بعض المفردات في وقت نزول القرآن الكريم لها معنى، تطور هذا المعنى مع الزمن. هل نحمل ألفاظ القرآن الكريم على هذا التطور؟ الجواب لا. وهذه من أخطر ما يطعن الآن فيه هؤلاء الحداثيون الذين يتحدثون عن نظرية تفجير اللغة كما يسمونها، أو نظرية موت المؤلف. نظرية موت المؤلف البعض ربما يسمع بها، فكرة نظرية موت المؤلف أنه لا علاقة لمن تكلم بهذا الكلام ولا من أنزل عليه هذا الكلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم بفهم هذا النص، وإنما نعتبر هذا النص مقطوع عن صاحبه وعن سياقه التاريخي ونفهمه كيف شئنا. ولذلك كل واحد له أن يفهم منه ما يشاء، وهذا من أخطر ما يكون، ولا يجوز هذا بحال من الأحوال، لا في كلام الله ولا في كلام غيره، لأن القائل الذي قال الكلام له رأي في هذا الدلالة. لو قلت له هل تقصد كذا؟ قال لا ما أقصد. فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ وقد يقول قائل طيب الله سبحانه وتعالى لم يوقفنا على معاني كلامه، نقول بلى، فإن الله قد أدلنا في الكتاب نفسه على أنه بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فلذلك فيه ما في لغة العرب من الأساليب ومن الدلالات. فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نحمل القرآن الكريم دلالات لا تدل عليها اللغة التي نزل بها كما فهمها الذين نزل عليهم. يعني مثلا على سبيل المثال حتى لا أطيل في هذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ذرة الآن لو قلنا ما هي الذرة؟ أكثر الناس في زمننا هذا مثقفون، يقرؤون في الفيزياء وفي الكيمياء، فسوف يقول لك الذرة هي أصغر جزء من المادة وتتكون من البروتونات والإلكترونات، أليس كذلك؟ هل هذا الذرة هي المقصودة في الآية؟ الجواب لا، لأن الذرة المقصودة في الآية هي النملة الصغيرة، صغار النمل، وهي التي كان العرب يعرفونها من
من دلالة اللغة. تطور مفهوم الذرة وأصبح الآن يقصد به هذه الجزء أصغر جزء من المادة، لا نحمل القرآن الكريم هذا المعنى الجديد والدلالة الجديدة. وقيسوا على ذلك كثير من الألفاظ التي في القرآن الكريم. طيب، فالبيضاوي هنا وهو يتحدث هنا يتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، فلا ينبغي لنا ونحن نمر عليه أن نغفل الإشارة إلى مثل هذه الفوائد التي نستفيدها في أثناء القراءة في كتب التفسير، لأنني أريد أن لا نخرج من الدرس فقط ببيان معاني التفسير، لأن المعاني سهلة ممكن، والسماء ما يحتاج لها شرح أصلا، معروفة السماء. لكن الفكرة التي بنى عليها البيضاوي هذا التفصيل عندما يقول السماء هي القبة المضروبة عليكم، أو وقيل هي يعني هي المطر وقيل كذا، فهذه فكرتها. طيب تفضل. نعم، البيضاوي هنا أيضا يتحدث ويحلل قول الله تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فيقول أن وأنزل هنا عطف على جعل، في قوله في الآية التي قبلها الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ثم قال هنا وأنزل من السماء، فقوله وأنزل معطوف على قوله جعل. طيب، وهذه مسألة نحوية، يعني بدأ بإعراب الجملة، ثم قال وخروج الثمار بقدرة الله تعالى ومشيئته، ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سببا في إخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوان. يعني الله سبحانه وتعالى يستطيع ويقدر سبحانه وتعالى أن ينبت النبات دون مطر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل في هذه الأرض سننا فسارت، فهذه على وفق السنن. فيقول ولكن جعل الماء الممزوج أو جعل هذا الماء بالتراب سببا في إخراجها ومادة لها إلى آخره. طيب، هذه مسألة. طبعا عندما تلاحظون الآن في التفسير وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، معنى الآية واضح أن الله سبحانه وتعالى أنزل الماء من السماء، سواء قلنا أن السماء هنا المقصود بها السماء القبة أو قلنا المقصود بها السحاب. طيب، فإذا قلنا أنه أنزل من السحاب ماء فواضح من السحاب مباشرة، فتكون من لابتداء، وإن قلنا أنزل من السماء أي من الجهة، من جهة السماء. طيب،
لكن المفسرين يفصلون كما تلاحظون ويذكر لك هل فعلا هذا الماء الذي نزل من السماء سبب مباشر لهذا النبات، أم أن الله سبحانه وتعالى جعله سببا ظاهرا وإلا فالنبات بقدرته سبحانه وتعالى. وهذه طبعا مسألة تعود إلى مسألة عقدية، وهي ما يسمونه بالسببية، يعني هل المطر أو الماء كان سببا في إنبات النبات، بمعنى هل النبات لولا هذا الماء لم ينبت، أم أنه يمكن أن ينبت ولكنه وقع هذا الإنبات لوجود السبب وهو الماء، فكما يقول الأشاعرة يقولون وقع السبب عنده لا به، وأهل السنة يرون أنه علة فاعلة كما يقول بعضهم فاعلة، يعني الماء عندما تكون الأرض مجدبة ليس فيها نبات، ولكن عندما يأتيها الماء فإن الله كما قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ثم قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فكما أن الله سبحانه وتعالى يحيي هذه النبات بعد الموت بالماء فكذلك فهو يبعثكم بعد الموت كما يعني ينبت هذا النبات. المهم أن هذه التفاصيل التي تجدونها في مثل هذه المواضع هي تفاصيل يفصل فيها المفسرون، أحيانا يدخلون فيها علم الكلام، ومثل هذه المسألة هنا نظرية السببية عند الأشاعرة الذين لا يرون أن هذه الأشياء مسببة بذاتها وإنما هذه الأشياء تحدث عندها لا بها، وهي مسألة فلسفية لا تهمنا في التفسير هنا. ثم قال هنا وقوله سبحانه وتعالى من الأولى الذي أنزل من السماء، قال من الأولى للابتداء، سواء أريد بالسماء السحاب أو الفلك فإن المطر يبتدئ من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر. طبعا البيضاوي في كتابه هنا كما قلنا في مرارا اعتمد في جزء كبير من مادته على التفسير الرازي، وتفسير الرازي المسمى بالتفسير الكبير فصل فيه الرازي كثيرا فيما يسمونه علم الهيئة، وعلم الهيئة هو علم الفلك، علم الفلك الذي يدرسون فيه اليوم الأجرام السماوية، ويعني بعضكم ربما لو قرأ في بعض كتب الفلك سيجد فيها قطر الأرض وقطر المريخ وبعد الأرض عن المريخ وبعد السماء عن الأرض وسرعة الضوء وكم يستغرق الضوء من الشمس إلى الأرض والقمر وطبيعة هذا التفاصيل كلها، طبعا هي نحن نتأثر بها كما تعلمون في الفصول الأربعة ونتأثر بها في البرد والحرب، وبعض الناس حتى في زماننا هذا يهتمون بهذا، يقول دخل الوسم دخل النجم طلع النجم صح ولا لا، وهذا كله هو من علم الهيئة، وهو علم العلماء به عناية قديما وحديثا. أما قديما فتجدون فيه منظومات علمية في علم الهيئة وكيف تحسب حسابات المسافات وإلى آخره والفصول ومتى تدخل وأسماءها وأسماء النجوم، والعرب جاء إليهم القرآن الكريم هم خبراء في النجوم وكيف يستدلون بها، وامتن الله عليهم بذلك وعلامات وبالنجم هم يهتدون إلى آخره. لكن نحن اليوم في الحقيقة في أصبح تخصص مستقل الآن موضوع الهيئة والفلك، وتخصص علمي يعني يعتبر، ولذلك إدخاله في التفسير يعتبر عندنا اليوم هو نوع من الاستطراد الذي لا مبرر له، لكن البيضاوي مع اختصاره يدخل أحيانا فيه وهو متأثر في ذلك بالإمام الرازي. قال أو من أسباب سماوية، شوف يعني كيف يفصل وش سبب المطر، نحن اليوم يعني نعرف أن سبب المطر هو بخار الماء الذي يتبخر من البحار ليس كذلك، وأنه يصعد إلى السماء فيتكثف ويعود على هيئة سحب إلى آخره، كما قال المتنبي قال كالغيث كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. يعني هذا الذي استقر عليه العلم اليوم هو أن المطر هو من بخار الماء الذي يصعد من البحار. قال أو من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرطبة في من أعماق الأرض إلى جو الهواء فتنعقد سحابا ماطرا، هذا كلام الرازي في تفسيره عن وش هو سبب المطر هذا، فيقول هو أسباب سماوية تثير الأسباب الرطبة في الأرض فتنعقد سحابا ماطرا، يلف لفة كذا، يعني هو يعبر بأسلوبهم القديم
قبل أن يكتشفوا مثل هذه الأجهزة ومثل هذه الذي نعرفه اليوم. طيب قال ومن الثانية للتبعيض. الله يقول الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. فمن هنا في الثمرات للتبعيض، قال بدلالة ماذا؟ قال بدلالة أنه قال في موضع آخر فأخرجنا به ثمرات، فلم يقل فأخرجنا به من ثمرات، فدل على أن من هنا للتبعيض. ثم قال وهكذا الواقع، وهذه الحجة كثيرا ما يحتج بها الإمام الشافعي رحمه الله في الكتاب الأم وفي الرسالة، عندما مثلا يستدل في قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس، وهذه مهمة لكم في التفسير يا شباب، مهمة جدا في كيف تفهم القرآن الكريم ولا يلبس عليك الناس ويعني يعبثون بدلالة الآيات ودلالة الألفاظ ودلالة الأساليب. هذه لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم وكانوا يفهمونها ولا يعني يتوقفون في فهمها. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الشافعي نحن حسب ما نعرف من السيرة النبوية أن هذه الآية نزلت في معركة حمراء الأسد بعد أحد. طيب وأن ليس كل الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كلهم، الذين قال لهم الناس وإنما هو نعيم بن مسعود، وفي رواية أن معه واحد أو اثنين. إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس المقصود بهم الذين جاءوا من قريش لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الألف واللام في الناس هنا هو عموم المراد به خصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس، الألف واللام في الناس الأولى المقصود بها اثنين أو ثلاثة، والناس الثانية المقصود بها أيضا فئة قليلة. ولذلك يقول هو الشافعي في فهم هذه الآية، قال ونحن نعلم أنه ليس كل الناس قالوا ذلك، وليس كل الناس جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذا، وهناك أناس في غير لهم في المدينة ولهم مع المحاربين ولا هم مع المبلغين للخبر، ناس ما قالوا ذلك. فعلمنا أن المقصود بهذا الخصوص. فكذلك هنا يقول البيضاوي في قوله فأخرجنا به من الثمرات، قال نحن الواقع يقول وهكذا الواقع، إذ لم ينزل من السماء الماء كله، الماء كله ما نزل، الماء كله باقي في السماء الكثير عبر الزمن والعصور. قال ولا أخرج بالمطر كل الثمرات، وإنما أخرج بعض الثمرات، ولا جعل كل المرزوق ثمارا. صحيح فعلا، يعني المطر لم ينبت كل ما أنبته المطر هل نأكله؟ لا. وهل نأكله وتأكله الحيوانات؟ لا، هناك أشياء تبقى تنبت ولكنها ليست طعاما لا للإنسان ولا للحيوان. جميل. طيب ثم أيضا تكلم عن الآية أو القراءة التي أيد بها فكرته، وهي في قوله من الثمرات، يقول هي للتبعيض بدليل أن في آية أخرى قال ثمرات ولم يقل من ثمرات. قال ومما يدل أيضا على ذلك أنه هناك قراءة وهي قراءة شاذة في قوله من الثمرة فأخرج به من الثمرة رزقا لكم على التوحيد. قال أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض، يعني هنا في قوله الثمرات جمع قلة، فيقول أليس المناسب هنا أن يكون عبر بجمع الكثرة؟ لماذا عبر بجمع القلة؟ فيقول إما لأن المقصود بها جمع الجمع، وهناك عند يعني في العربية الجمع وجمع الجمع وصيغة منتهى الجموع كدراهم وتماثيل، كمفاعل ومفاعيل، كدراهم وتماثيل، هذه قالوا هذه صيغة منتهى الجموع، يعني هي أعلى الصيغ في الدلالة على الجمع في العربية. قال أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض، يعني يمكن أن تعبر بجمع التكسير في موضع جمع المذكر السالم أو العكس. ثم استدل بقوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون، لو كان يريد أن يعبر، هو يريد أن يعبر عن الكثرة هنا فيقول كم تركوا، وهنا هذا المجال يعني هذا السياق سياق الدلالة على الكثرة، ولكنه لم يعبر بجمع المذكر السالم الذي يدل على أو جمع التكسير الذي يدل على الكثرة، وإنما عبر بجمع القلة فقال جنات ولم يقل جنان، واضح؟ فقال هذا دليل. قال وقوله ثلاثة قروء، فيعني دل على القلة القروء هنا، ولم يعني لم يقل أقراء جمع قلة، وإنما قال قروء جمع كثرة مع أنها ثلاثة محدودة. أو لأنها لما كانت محلاة باللام خرجت عن حد القلة،
في قوله الثمرات إلى آخر ما قال. فإذا لاحظوا يا شباب كيف يحلل الإمام البيضاوي رحمه الله الآية من حيث النحو ومن حيث الدلالة ومن حيث وهذا من أهم ما يشتغل به المفسر بالمناسبة، لأن كتب التفسير هي كتب دلالة. ماذا يقصد المفسر من التفسير؟ بيان معاني الآيات، وبيان معاني الآيات هو أن يقول لنا معنى هذه اللفظة كذا، معنى هذه الألف واللام كذا، المن هنا للتبعيض، هذه للكثرة، هذه للقلة، حتى تفهم الآية معنى صحيحا أو تفهمها فهما صحيحا. والمفسرون هم من أكثر الناس تدقيقا في استخراج المعاني. يعني الآن نحن أحيانا يدرسون في علم اللغة ما يسمونه بعلم الدلالة، وبعض الطلاب العلم الشرعي يظنون أن هذا علم من علم اللغة الحديث ولا علاقة للعلم الشرعي به، في حين أن علم أصول الفقه هو علم دلالة، والتفسير هو ميدان لتطبيقه. والفقه الفقهاء ماذا يفعلون الفقهاء؟ إنهم يستخرجون الدلالات من النصوص بس. ولذلك كتب الفقه وكتب التفسير وكتب شروح الأحاديث هي ميدان رائع جدا لتطبيق القواعد والأصول، أصول التفسير، أصول الفقه، أصول الفهم بصفة عامة، في استخراج الدلالات من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. ويحدو العلماء دائما في عملهم هذا أمران. الأمر الأول ألا يتركوا معنى من المعاني التي دل عليها القرآن والسنة إلا ويستخرجوه. والأمر الثاني هو أن لا يحمل النص الشرعي أكثر مما يحتمل، فيقولون إنه يدل على كذا وهو لا يدل على ذلك، وهذه مسألة في غاية الأهمية. وهم يمارسون هذا العمل تعبدا لله سبحانه وتعالى، تعبد لله سبحانه وتعالى، الفقهاء والمفسرون والمحدثون. ولذلك فتح الله عليهم فتحا عظيما في بيان القرآن وبيان السنة. البيضاوي هنا البعض ربما في مثل هذا المجالس أو حتى في قراءته لكتب التفسير يمل، يقول أنا يعني مليت من الشواهد الشعرية والإعراب وهذه مملة. فعلا هي مملة صحيح، ولكن لغير طالب العلم. لكن طالب العلم الذي يعني تفرغ لفهم القرآن والسنة والتفقه فيها حتى يصبح لديه ملكة راسخة في فهم كلام الشارع، هذا أحسن ما يكون عنده. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يتخلى عن هذه المنهجية في فهم القرآن الكريم وفهم السنة. ما هم اليوم يعني الذين يتكلمون عن إدارة المشروعات معليش يتحدثون عن ضرورة كتابة دليل بالإجراءات التي ينبغي على صاحب المشروع أن يقوم بها. تماما اليوم وأنت تقوم ببناء هذا المسجد مثلا لابد أن تكتب دليل للإجراءات بحيث لا تغفل شيء مهم ينبغي عليك أن تقوم به، ولا تقدم شيئا قبل شيء. يعني على سبيل المثال افرضوا أن الذي أراد أن يعني يخطط للإضاءة في المسجد لم يخطط لها إلا بعد الانتهاء من الصبة وبعد الانتهاء من التلييس والبوية، ثم جاء قالوا نبغى نسوي الآن كهرباء، كيف يكون موقفه؟ يلا الله يعينك، سوى مخطط للكهرباء الآن في هذا الموقف، سيضطر إلى تكسير صح؟ إلى تكسير كثير وهدم كثير وإهدار للمال والجهد. لكن لو فكر في هندسة الإضاءة مع المبنى من أوله، فعرف أنه في بناء الجدران هناك أشياء لابد يضعها، وفي صبة السطح هناك يعني مواسير وأشياء يحتاج أن يضعها. فإذا جاء إذا كل شيء مرتب مبكرا. نحن في فهم القرآن الكريم لدينا إجراءات ولدينا خطة لا يمكن أن نتنازل عنها. ولذلك الذي يأتي اليوم مثلا فيقول يحمل الآيات القرآنية ما لا تحتمل، مثال في قوله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. المفسرون قالوا الجمل المعروف البعير. وهناك قراءة من القراءات الشاذة رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما حتى يلج
جمل في سم الخياط. فقالوا الجمل من معانيه الحبل الغليظ. جيد، خلاص الحبل الغليظ. لكن المعنى الذي عليه القراءات العشر المتواترة هو البعير الجمل. فيأتي رجل ويقول الجمل هو الحبل، ولا يأتي، لم يرد في القرآن الكريم الجمل بمعنى البعير، لأن الحبل أليق بالإبرة أو بسم الخياط من الجمل. فنحن نعرف أن سم الخياط يعني يدخل فيه الخيط الصغير، أليس كذلك؟ لكن عندما تقول لا يمكن أن يدخل الخيط الكبير في سم الخياط، هذا منطقي لأن خيط كبير وخيط صغير. لكن عندما تقول يدخل البعير في سم الخياط، ما علاقة البعير بسم الخياط؟ فيظن المستمع أن هذا كلام منطقي وأنه مستند فعلا إلى معنى صحيح في كتب التفسير، وهذا غير صحيح، لأنه جاء إلى معنى من معاني القراءات الشاذة فحمله على معنى من معاني القراءات المتواترة. هذا خطأ، هذا خطأ في الإجراءات، خطأ ارتكبه واضح إجرائي. ثم أيضا أوهم المستمع والقارئ بأن هذا كلام منطقي لأن الحبل أليق بسم الخياط من الجمل، ولذلك يحدث بلبلة. إذا ما عندك أنت أصول تفسير تحتكم إليها ولا عندك إجراءات تسير عليها، وقعت في سوء الفهم للقرآن الكريم وللسنة النبوية. هذا مثال واحد، وهناك أمثلة كثيرة وستمر معنا، أمثلة كثيرة يحمل القرآن الكريم معاني لا يحتملها، عندما تطبق عليها الإجراءات لأصول التفسير تكتشف أن هناك خلل كبير وقع فيه هذا أو ذاك. ولا يمكن أن نتعلم ذلك أيها الإخوة إلا بمثل هذه الوقفات مع هذه الدلالات في اللغة والنحو والبلاغة والمناسبات. وأيضا لاحظوا حتى عندما يستعين المفسر، عندما يريد أن يبين لك معنى آية فيستعين بالأدوات، يستعين بلغة العرب شعرا ونثرا، ويستعين بالقراءات المتواترة والشاذة، ويستعين بأقوال السلف الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. كل هذه أدوات ينبغي أن تكون دائما مع المفسر، ويعرف كيف يقدم بعضها على بعض وكيف يرتبها. طيب، فلا تجعلوا لله أندادا. تفضل. بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا متعلق بعبدوا، على أنه نهي معطوف عليه أو نفي منصوب بإضمار أن جواب له، أو بلعل على أن نصب تجعل نصب فأطلع في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، إلحاقا لها بالأشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجبة. والمعنى إن تتقوا لا تجعلوا لله أندادا، أو بالذي جعل إن استأنفت به على أنه نهي وقع خبرا على تأويل مقول فيه لا تجعلوا. والفاء للسببية أدخلت عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط. والمعنى أن من خصكم بهذه النعم الجسام والآيات العظام ينبغي ألا يشرك به. والند المثل المناوي. قال جرير أتيما تجعلون إلي ندا إلي ندا وما تيم لذي حسب النديد. من ندا يند ندودا إذا نفر، ونادت الرجل خالفته، خص بالمخالف المماثل في الذات كما خص المساوي بالمماثل في القدر. وتسمية ما يعبده المشركون من دون الله أندادا وما زعموا أنها تساويه في ذاته وصفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله، لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتها وسموها آلهة شابهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفع عنهم بأس الله وتمنحهم ما لم يرد الله بهم من خير، فتهكم بهم وشنع عليهم بأن جعلوا أندادا لمن يمتنع أن يكون له ند. ولهذا قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. جميل. هذه الآيات تذكرون في أول ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقلنا أن هذا النداء هو أول نداء في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف. فقال اعبدوا ربكم فأمر بالتوحيد. طيب لماذا؟ قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إلى آخره. فاستدل بالربوبية على الألوهية، وهذا المنهج ينبغي أن تتقنوه تماما أيها الإخوة، فهو متكرر في القرآن الكريم كثيرا،
وفي السنة النبوية أيضا، وهو كان من أعظم الأدلة التي استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، أن تستدل بالربوبية على الألوهية، الذي خلقك ورزقك وأنزل المطر وأنبت النبات، أليس هو أولى بالتوحيد والعبادة؟ بلى. فهنا نفس المعنى، فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا الامتنان الذي جعل لكم والذي أنزل والذي خلقك، قال فلا تجعلوا لله أندادا. يعني ما دمتم تؤمنون بأنه هو الرازق وهو الخالق سبحانه وتعالى، فلا تجعلوا له ندا، لا تجعلوا له شريكا تعبدونه من دون الله وأنتم تعلمون. وسوف يأتي الحديث عن تعلمون. طبعا البيضاوي هنا قدم الإعراب، فأعرب فلا تجعلوا لله أندادا، ما هو إعرابه؟ فقال الفاء هنا هل هي سببية؟ هل هي عاطفة؟ يعني بسبب أن الله خلقكم ورزقكم لا تجعلوا له أندادا، وهذا وارد. وصنعت الإعراب يا شباب صنعة اجتهادية ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، ولا كان أحد منهم يعرف مفعول به ولا فاعل ولا منصوب ولا مرفوع بمعناها الاصطلاحي، ولكنهم كانوا يتكلمون ويفهمون على السليقة. لكن هذه العلوم نشأت عندما احتاجت الأمة إليها، كل هذه العلوم الشرعية. ولذلك كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية ما كان لها أن توجد لولا القرآن الكريم، أبدا ما كان في حاجة اسمها لا لغة عربية ولا أصول فقه ولا كلية الشريعة ولا الجامعات، هذه كلها نشأت كلها خدمة للقرآن الكريم والسنة، ونشأت علوم كاملة بسبب خدمة هذا النص الشرعي. ولذلك الآن عندما يأتي ويبحث يقول والله هذه إما أن تكون سببية وإما أن تكون عاطفة وإما أن تكون استئنافية، هذه كلها علوم اجتهادية وهي صنعة الإعراب. الهدف منها هو كما قلت لكم يعني الاستقصاء في استخراج الدلالات، إن كانت سببية فمعناها أنها علة لما قبلها، خلقك ورزقك وأعطاك فبسبب ذلك لا تجعل له ندا. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد هذا المعنى في كما قال في الحديث الصحيح أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا هو معنى قوله وأنتم تعلمون، يعني وأنت تعلم أنه هو الذي خلقك وأنت تؤمن به. طيب ثم انتقل البيضاوي ففسر المعنى الند في اللغة العربية، ما معنى الند؟ فلا تجعلوا لله أندادا، قال أنداد جمع ند، والند هو المماثل المناوئ. يعني شوفوا الدلالة، الند ما هو المثل فقط، المد المناوئ. ولذلك أنت لا تقول لصديقك أنه ند لي، وإنما تقول هذا لمن ينافسك. واستدل على ذلك بقول جرير، وجرير بن عطية كما تعلمون الشاعر التميمي المعروف من الشعراء الذين يحتج بشعرهم، وهو شاعر من الحجج، قال أتيما تجعلون إلي ندا وما تيم لذي حسب نديد. يقول ليسوا هم أندادي، هم أقل من أن يكونوا ندا لي، لكن الشعراء أو المفسرون يحتجون بشعر الهجاء، ما ينظرون للمعنى، هو هجاء هو مدح هو رثاء هو معناه شريف ولا معناه ساقط، ما ينظرون له، وإنما ينظرون للدلالة. ولذلك البعض يجد في كتب التفسير أحيانا استدلال بأبيات فيها نوع من المجون، فيقول يعني سبحان الله ما يستحون أما يتقون الله، ويسوي نفسه هو أبو الزهد. لا لا لا، هذه مسألة منهجية، هذه مسألة منهجية. ولذلك كان ابن قتيبة رحمه الله يقول وأما من يتصنع الزهد فيظن أن إرادنا لبعض أبيات المجون هو خارج عن الزهد فهو ما فهم أو كلمة نحوها. نحن نقول المفسرون لا يلتفتون إلى المعنى وإنما يلتفتون إلى الدلالة، وهذا يريح طالب العلم كثيرا. لكن يأتيك بعضهم لا يفهم المنهجية فيشغب، لذلك بعضهم يأتي فيختصر تفسير ابن جرير ويقول وقد استبعدت منه ما لا يليق، يعني عشان يسوي نفسه يقول أن أنا يعني ابن جرير الله يصلحه ويهديه يعني أخطأ بإراده كذا وكذا، وهو فتح الله عليه فاستدرك. فالفكرة أن هذا من الخلل في فهم كلام السلف وفي إرادهم واستدلالهم. والعادة أنه لا يقرأ مثل هذه الكتب إلا أمثالكم من طلبة العلم الذين يفهمون لماذا أورده. طيب قال هي من ند يند ندودا إذا نفر ونادت الرجل خلفته. هذه مسألة اشتقاقية، وأيضا التفسير مليء بهذا الأسلوب، وهو أسلوب كيف اشتقت الكلمة هذه من هذه، واللغة العربية كما يسمونها لغة اشتقاقية،
واللادة، يعني اللفظة الواحدة تشتق منها ضرب يضرب مضروب ضارب ضرب وهكذا، فتجد أنها لغة غنية. ودائما اللغة الاشتقاقية لغة غنية، اللغة الجامدة لغة فقيرة، ولذلك جذور اللغة العربية أكثر من أكثر اللغات جذورا كما يتحدث بذلك الخبراء باللغات، يقولون اللغة العربية من أكثر اللغات مفردات. وكتاب لسان العرب لابن منظور يعني فيه أكثر من 120,000 مادة لغوية. طيب، قال: مأخوذة من ند يند إذا نفر. يعني الآن نقول هذا والله فلان ندي، وقلنا في تعريف الند أنه المساوي المماثل، الند المماثل أو المماثل المناول، المماثل المناول، كأنه نفر منك وأصبح ينافسك، نفر منك وينافسك، فيقول كأنها من ند عن الشيء إذا نفر منه. طيب، قال: وتسمية ما يعبده المشركون من دون الله أندادا، وما زعموا أنها متساويه في ذاته وصفاته، لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتها وسموها آلهة شابهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفع عن نفسها بأس الله وتمنحهم ما لم يرد الله بهم. طبعا المتكلمون ذكرنا هذا في المقدمات يقولون أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، أما غيره فهو ممكن الوجود، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا موجد له، ولكن كل المخلوقات الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها من العدم. فيقول أن هؤلاء المشركين لما عبدوا هذه الأصنام جعلوها في مرتبة الآلهة أو هكذا زعموا، فظنوا أنها يعني واجبة بالذات مع أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ولذلك استشهد بقول زيد بن عمرو بن نفيل: أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم: يعني كم تعبد يا فلان؟ قال: تسعة، أو قال: سبعة، نسيت، فقال: ستة في الأرض وواحد في السماء أصنام، فقال: فمن لرغبك ولرهبك؟ قال: الذي في السماء، الفطرة. فإذا هم لديهم هذا الفطرة الراسخة في نفوسهم، ولكنهم يعني اجتالتهم الشياطين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعبدوا هذه الأصنام، وإلا هم لو رجعوا إلى رشدهم لو رجعوا إلى كلام زيد بن عمرو بن نفيل وأمثاله كثير، عندما يقول: ربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. هذا كلام زيد، وهو جاء في زمن الفترة، ما في خبر. ولو ليت الواحد منا يقرأ أيها الإخوة حتى يعلم فضل الله عليه، حتى نعلم فضل الله علينا، لأن الذي يولد في الإسلام ويولد في مجتمع إسلامي ويولد في بيئة صالحة ينشأ في الصلاح، فلا يدرك بعضنا لا يدرك نعمة هذه النعمة التي هو فيها. لذلك لو تقرؤون في كتب التاريخ التي أرخت للعرب في الجاهلية تعرفون كيف كان زمن الفترة، كيف كان يعيش الناس في ضلال، وتذكرون أو وتقرؤون في قصص بعض العرب الذين كانوا يبحثون عن الحق، مثل زيد بن عمرو سافر، خرج من إلى الشام، خرج إلى أكثر من منطقة يريد أن يبحث عن الحقيقة، جلس مع اليهود وجلس مع النصارى ولم يرتح قلبه لهذه الأديان المحرفة. ولذلك كانوا يقولون: نحن على دين أبينا إبراهيم. وش هو دين أبيك إبراهيم؟ ما يدري، هناك غموض شديد، كما قال الله سبحانه وتعالى: على حين فترة من الرسل. ولذلك فضل الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم علينا عظيمة، نسأل الله أن يرزقنا ويوزعنا شكرها. طيب، وأنتم تعلمون، اقرأ ما كتبه. طبعا البيضاوي الآن سوف يصنع صنيع هو يفعله في تفسيره كثيرا، سوف يفسر الآية ثم يلخص ما تقدم كله في آخرها. قوله تعالى: وأنتم تعلمون حال من ضمير فلا تجعلوا، ومفعول تعلمون مطروح، أي وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي، فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى إثبات موجد للممكنات منفرد بوجوب الذات متعال عن مشابهة المخلوقات أو منوي، وهو أنها لا تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله، كقوله سبحانه وتعالى: هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتثريب، لا تقييد الحكم وقصره عليه،
فإن العالم والجاهل والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف. واعلم أن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى والنهي عن الإشراك به تعالى، والإشارة إلى ما هو العلة والمقتضى، وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية إشعاراً بأنها العلة لوجوبها، ثم بين ربوبيته بأنه تعالى خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمظلة والمطاعم والملابس، فإن الثمرة أعم من المطعوم والرزق أعم من المأكول والمشروب. ثم لما كانت هذه الأمور التي لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته تعالى، رتب تعالى عليها النهي عن الإشراك به. ولعله سبحانه أراد من الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما فاض عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل، فمثل البدن بالأرض والنفس بالسماء والعقل بالماء، وما فاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصرة بواسطة استعمال العقل للحواس وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختار، فإن لكل آية ظهر وبطن ولكل حد مطلع. هذا التفسير الإشاري أحيانا، لكنه يعني تكلم في قوله وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأن هذا أبلغ في تقبيح فعلهم بالشرك، يعني كيف تجعل لله سبحانه وتعالى شريكا وأنت تعلم أنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت وأنه لا شريك له في ملكه ولا في خلقه ولا في رزقه. فلا شك أن الملامة تكون أكثر عندما يخالف الإنسان، يرتكب مثلا المخالف لإشارة المرور مثلا، عندما يرتكب هذا الفعل وهو جاهل بالنظام يكون أخف ممن يرتكب الفعل وهو عالم به. يعني على سبيل المثال لو رأيتم يعني رجل مرور يقطع إشارة المرور كيف ستكون النظرة إليه؟ طبعا إذا كان في سيارة خاصة، أما إذا كانوا في سيارتهم الرسمية فهم يقطعون الإشارة ولا أحد يسألهم. لكن عندما يرتكب الذي يقوم على إقامة النظام الخطأ لا شك أنه تكون الملامة عليه أعظم، ليس كذلك؟ فكذلك هنا سبحانه وتعالى يقول وأنتم تعلمون أنه لا شريك له وأنه الخالق وأنه الرازق وبالرغم من ذلك تشركون به، فالملامة عليكم أعظم. هذا معنى قوله وأنتم تعلمون. واستدل بقوله تعالى هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، وهذا كثير في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يتحدى، وهذه بالمناسبة فيها تحدي هذه الآيات، أن الله سبحانه وتعالى يقول في آيات في سورة لقمان هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه يلا. طبعا الجواب هو الانقطاع وأنه لا شيء. ثم لخص البيضاوي رحمه الله مضمون هذه الآية قال واعلم أن مضمون هذه الآيات الآيتين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، مضمون هاتين الآيتين قال هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى والنهي عن الإشراك به تعالى والإشارة إلى ما هو العلة والمقتضي. يعني لماذا أمرتكم بالتوحيد؟ لأن الله الذي خلق ورزق وأنزل من السماء ماء وأنبت إلى آخره. ثم فصل في ذلك وقال أن الله سبحانه وتعالى، وهذا من التفسير الإشاري يا شباب، التفسير الإشاري هو الانطلاق من أي سبب في الآية إلى معنى يظنه مرتبطا به، مثل على سبيل قال فالتقطه آل فرعون، تكلم القرطبي في هذا الباب كثيرا عن اللقطة وأحكامها، أخذ بس كلمة التقطه وانطلق ففصل في موضوع بعيد عن عن عن, عن هذه الآية. وفي التفسير الإشاري فيه حق وباطل، وفتح الباب فيه دون ضابط يدخل الإنسان في تحميل كلام الله سبحانه وتعالى ما لا يحتمل، وهذا في غاية الخطورة. وهذا الموضوع ينبغي أن يكون الإنسان وطالب العلم منه على حذر مثل هذه الموضوعات. يعني الآن ماذا يقول البيضاوي؟ يقول ولعله سبحانه وتعالى، ها شف يعني البيضاوي يعني أخرج اسمه العتاب عندما قال ولعله، يعني هو لا يجزم بهذا القول الذي يقول، لكن يقول أنا لعله أراد من الآية الأخيرة وهي قوله الذي أنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال فلعله أراد من الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر. لاحظوا يا شباب، يعني هو فسر الآية كما مر معنا وحملها على ظاهرها وفسر معنى السماء في اللغة إلى آخره. قال مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام، يعني حتى لا يأتي واحد ويقول البيضاوي يقول بالتفسير الإشاري هنا، هل معنى ذلك أنه يرد التفسير الظاهر؟ لا. طيب قال يريد ماذا؟ قال يريد الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما أفاض عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمتن على الإنسان بما خلق فيه من الإمكانيات ومن النعم مثل العقل وإلى آخره بهذا المثال، بإنزال المطر من السماء ثم إنبات الأرض بسبب هذا المطر. قال فمثل البدن بالأرض، يعني كأن الله شبه البدن، بدن الإنسان بالأرض، والنفس بالسماء، والعقل بالماء. وما أفاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس وازدواج القوى النفسية والبدنية، مثل هذا كله قال بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى في المطر. المطر الآن ماذا يفعل؟ المطر ينزل على الأرض ويتفاعل مع ما في هذه الأرض من الثمرات فينبت. فيقول كذلك هذا الذي خلق الله في الإنسان من العقل والحواس والنظر، فإنها تتفاعل مع بعضها فيفكر الإنسان ويثمر أخلاقا وعلما وفهما وتصرفات وإلى آخره. قال متولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختار. وهم طبعا الفاعل المختار يقصد العقل الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وأنه قد جعله يفكر به ويثمر ويتعلم ويعني ينتج من هذه النعم التي أفاض الله على الإنسان بها أشياء كثيرة جدا، كما أن الله يثمر بهذا المطر الذي ينزل على الأرض أشياء كثيرة. الآية الكلام الأخير، هذا الكلام اللي أنا أريد أن نتوقف عنده. قال فإن لكل آية ظهرا وبطنا ولكل حد مطلعا. طبعا هذا الكلام مردود، وهذا هو الذي يعتمد عليه الإشاريون وغلاة الصوفية في حمل معاني القرآن الكريم على معاني لا علاقة لها باللغة ولا علاقة لها بالسياق ولا شيء أبدا. الآية ليس لها إلا ظهر. البطن الذي نؤمن به في الآية، إن آمنا بأن للآية بطنا على هذا التفسير، هو الاستنباطات التي تدل عليها الآية، بمعنى أن التفسير هو الظاهر، المعنى الظاهر للآية، والاستنباط هو الذي تدل عليه هذه الظواهر. مثال ذلك في قصة المشهورة التي نعرفها جميعا، في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر لما تولى الخلافة كان لديه منهجية رائعة جدا في إدارة الأمور، كان يجالس علماء الصحابة، هم أهل الشورى عنده، فهم دائما جلساء أهل القرآن وأهل العلم وكبار الصحابة، يستشيرهم في كل شيء. فكان يأتي، كان يحب عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس كان شاب صغير، يعني عمره 14 15 سنة ربما في ذلك الوقت أو أكثر قليلا، لكنه يبقى شاب يعني صغير مقارنة بكبار الصحابة رضي الله عنه. فشعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الصحابة بعضهم متضايق، وبعضهم يقول يعني يجلس ابن عباس معنا وأبناؤنا أصغر منه أو أكبر منه. فذات يوم أراد أن يبين للصحابة الذين في المجلس أنني أنا اخترت عبد الله بن عباس أن يجلس معنا لأنه متميز في الفهم، هذا ما هو شاب طبيعي، هذا شاب متميز، يعني عقله عقل كبار. فسأل سؤالا في تفسير سورة النصر، قال ماذا تفهمون من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا الصحابة سهلة، أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا جاء نصر الله، نصرك الله يا محمد، وفتح عليك مكة، ورأيت الناس من أفواج من أنحاء الجزيرة يأتون ويدخلون في الإسلام زرافات ووحدانا، فأكثر من التسبيح والاستغفار. ممتاز، وهذا التفسير صحيح 100%.
والذي يجيب بهذا الجواب في الاختبار أعطيه 10 من 10. قال ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هذه نعي للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال هذا معناها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يا محمد فهذا علامة دنو أجلك، خلاص انتهت مهمتك. فماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب ضحك قال والله لا أفهم منها إلا هذا الفهم. طبعا الذي يظن أن معنى كلام عمر بن الخطاب أن أجوبة الصحابة غلط هذا مخطئ، لا جوابهم صحيح، لكن هذا هو تفسير الآية الظاهر. أنا أريد معناها فيه عمق، هو هذا المعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان كثيرا بعد ما نزلت هذه السورة يكثر من الاستغفار والتسبيح في ركوعه وفي سجوده. قالت يتأول القرآن، يتأول القرآن كيف؟ يعني يطبقه، يعني يطبق معنى الآية، تأويلها يعني تطبيقها وتنفيذها. طيب السؤال الآن، هذا يسمى استنباط، أخذ باللازم. ولذلك ابن عباس في موضع آخر لا أدري أين ورد، هل هو في سنن البيهقي أو في كتاب من كتب السنن، سئل عن هذا الفهم، وش اللي جاب هذا الفكرة في رأسك؟ كيف فهمت يا ابن عباس أن هذه السورة نعي وإخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله؟ قال بسيطة، وشوفوا الفهم وشوفوا الشغل، يعني شغل المعلمين زي ما يقولون. قال تأملت في القرآن الكريم فرأيت الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار في أدبار العبادات، فأمره الله سبحانه وتعالى بالاستغفار وكثرة الذكر بعد الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون ولعلكم تشكرون، وأيضا بعد فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، وأمر بعد نهاية الصلاة بالاستغفار. فعلمت أنه ما دام يأمر في نهاية العبادات بالاستغفار فأمره بالاستغفار والتسبيح في هذه السورة دليل على أنه انتهت مهمته، وأنه أمر له بملازمة الاستغفار والتسبيح في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى طريقة الاستنباط، وهذا لا شك أنه من فتح الله سبحانه وتعالى على ابن عباس رضي الله عنهما. نكمل يا شيخ الآيات في وإن كنتم في ريب. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذت فصاحة كل منطق، وإفحامه من طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم في المضادة والمضارة وتهالكهم على المعازة والمعارة، وعرف ما يتعرف به إعجازه ويتيقن أنه من عند الله كما يدعي. وإنما قال مما نزلنا لأن نزوله نجما منجما بحسب الوقائع على ما ترى عليه أهل الشعر والخطاب مما يريبه، كما حكى الله عنه فقال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فكان الواجب تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاما للحجة. وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويها بذكره وتنبيها على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى، وقرئ عبادنا يريد محمدا صلى الله عليه وسلم أمته. والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها 3 آيات، وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن مفرزة محيزة على حيالها أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيها، أو من السورة التي هي الرتبة. قال النابغة ولرهط حراب وقد سورة في المجد ليس غرابها بمطاري، لأن السورة كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارئ، أولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف وثواب القراءة. وإن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السورة التي هي البقية والقطعة من الشيء. والحكمة في تقطيع القرآن سورة إفراد الأنواع وتلاحق الأشكال وتجاوب النظم،
وتنشيط القارئ وتسهيل الحفظ والترغيب فيه، فإنه إذا ختم سورة نفس ذلك عنه كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى بريدا. والحافظ متى حذقها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظا تاما وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها، فعظم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد. بارك الله فيك، جميل. طبعا هذا المقطع أيها الإخوة مقطع جديد، والبيضاوي هنا كعادته يذكر المناسبات بين الآيات، فيقول الآن الله سبحانه وتعالى في الآيتين السابقتين أمر بالتوحيد واستدل بالربوبية على الألوهية، فناسب أن يذكر بعدها أيضا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والتحدي بمعجزته الكبرى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي القرآن. فهو هنا يريد أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق التوحيد وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عنده. طيب، فقال لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذت فصاحة كل منطق وإفحامه من طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم في المضاد والمضار والتحدي إلى آخره. طيب، هذه مسألة أيها الإخوة مهمة جدا. طبعا هذه أول آية في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف في التحدي بالإتيان بمثل القرآن الكريم، وهذه إحدى أو هي آخر الآيات التي نزلت في التحدي بالإتيان بمثل القرآن الكريم. كيف؟ هناك آيات في القرآن الكريم يسميها العلماء آيات التحدي. من يذكرها لي منكم يا مشايخ؟ يا عمرو، أيوة، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذه هي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، هذه في سورة البقرة. طيب، أعطوني آيات أخرى في التحدي. ها يا شيخ ناصر، سورة الإسراء فيها آية قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة. ممتاز، غيرها؟ أيوة، وش ماذا يقول فيها؟ فأتوا بعشر سور مثله، نعم، وفي في في بسور بعشر سور مثله مفتريات، وفي قوله في سورة الطور فأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين. طيب، ممتاز. طبعا المنطق يقول أن التحدي كان بالأقل ثم الأكثر، فقال فأتوا بسورة من مثله، صح؟ طيب، وهذا موجود في سورة فأتوا بسورة، في سورة البقرة، والبقرة آخر آية، ولذلك يخطئ من الباحثين من يرتب الآيات في التحدي على هذا الأسلوب المنطقي ويقول أنه جاء التحدي بسورة ثم بعشر سور ثم بالقرآن كاملا، والصحيح أنه قد نزل التحدي على حسب السياق الذي ورد فيه غير مرتب على هذا الترتيب، قد كتب في ذلك عدد من الباحثين بحوثا في هذا الترتيب، ترتيب آيات التحدي في القرآن الكريم. لكن لاحظوا في الآيات التي ورد التحدي فيها في الآيات المكية فيها شدة، فمثلا في سورة الطور وهي من الآيات السورة المكية المتقدمة جاء التحدي فيها بالقرآن كاملا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وفي سورة الإسراء، وسورة الإسراء كما تعلمون نزلت متقدمة، يعني سورة الإسراء نزلت عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أو أسري به من مكة إلى البيت المقدس، فنزلت بعد هذه الحادثة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ونزلت فيها هذه الآية أو قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فكانت هذه قطعت هذه الحجة. ولا شك أن هذه الآيات هي من دلالات إعجاز القرآن الكريم، لأنه لا يمكن لرجل عاقل أن يتكلم بمثل هذا الكلام، لا يمكن أبدا لرجل عاقل أن يتكلم بمثل هذا الكلام فيقول أتحداكم حتى تقوم الساعة، لأنك أنت إذا كنت تضمن المجتمع اللي أنت فيه أنت كيف تضمن أنك تتحدى كل الناس وتتحدى الإنس والجن
وتتحداهم إلى أن تقوم الساعة، لا يمكن يقول هذا بشر أبدا يعقل، ولكن الذي يقول هذا هو الرب القادر الذي يملك المستقبل كله ويملك الماضي كله، هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآيات، آيات التحدي، هي من دلائل إعجاز القرآن وأنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بالمناسبة فيها فكرة جميلة تصلح لكم، يعني وهي ما يسمونه في علم اللغة وفي علم التخاطب الاستراتيجية الخطاب، يتفلسفون يقولون لك استراتيجية الخطاب في علم، يعني في البحوث الدلالية، يقصدون باستراتيجية الخطاب ببساطة أن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، وأيضا لكل متحدث أو لكل متحدث معه أسلوبه الذي يناسبه. يعني أنا الآن أتحدث معكم الآن وأنا أعرف أنكم جميعا طلاب علم ويعني تفهمون كل هذه التفاصيل التي يذكرها هذا البيضاوي هنا، فأتحدث معكم بلغة فيها مصطلحات وفيها يعني ربما لا يفهمها الرجل العادي أو العامي، لكن لو كنت سأشرح تفسير البيضاوي لمجموعة من المتخصصين في الدراسات القرآنية ربما أتحدث بأسلوب مختلف، وربما لو دعيت وقيل لي تعالي عبد الرحمن نريد أنك تشرح الدرس هذا لطلاب في أولى ابتدائي، لا يمكن أبدا أن نتحدث بهذه الطريقة، سأتحدث بطريقة مختلفة تماما. هذا ماذا يعني هذا في إعجاز القرآن؟ ما علاقته بالآية؟ هذا علاقته أيها الإخوة أن العرب كانوا أهل فصاحة وبلاغة، وكانوا يعرفون مستويات الخطاب التي يعهدونها في البيئة. يعني الآن نحن في البيئة، نحن الآن من هو أكبر رجل تتحدث معه في العالم الآن ولا في المجتمع اللي تعيش فيه؟ يعني لو سألتكم ستقولون والله أكبر رجل نتحدث معه هو الملك. طيب يلا تعال نريد أن تلقي كلمة أمام الملك في موضوع مثلا الصبر، أعد لنا كلمة ستلقيها أمام الملك في موضوع الصبر، يلا روح. ستذهب وتعدها بطريقة وبعناية، لكن لو قلت لك ستلقي هذه الكلمة أمام مدير المدرسة ستنظر نظرة مختلفة، ليس كذلك؟ فإذا قلت لك سوف تلقي هذه الكلمة أمام زملائك في الفصل، فإذا قلت سوف تلقيها أمام طلاب الروضة، فإذا قلت لك تعال تعال أنا سأعطيك مسجد فيه 100,000 لكنهم لا يفهمون العربية، يلا ألقى عليهم كلمة في الصبر بالعربية، كيف ستصنع يا شيخ ناصر؟ رأيتم هذا الاختلاف؟ يعني لكل مقام له مقاله الذي يناسبه. طيب ما رأيكم الآن في العرب عندما نزل عليهم القرآن؟ هم يعرفون خطابات الملوك لبعضهم وخطابات الشعراء وخطابات الخطباء، يعرفونها كلها. لما سمعوا القرآن الكريم شعروا أنه يأتي من جهة عليا، من هو هذا اللي يتكلم، اللي يتكلم عن المستقبل ويتكلم عن الغيب ويتكلم عن الجنة والنار ويتكلم عن المستقبل؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيضوا علينا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من هذا. الحوارات التي يذكرها الله في القرآن الكريم متى؟ يوم القيامة في المستقبل، ولكنه يذكرها بصيغة الماضي. ونادى أصحاب النار، نادى في الماضي وهو في المستقبل. من هذا الذي يملك المستقبل ويتحدث عن المستقبل كأنه يتحدث عن الماضي؟ هذا لا يمكن يكون بشر ويتحدى، هذه معجزة، شيء غريب. ثم لا يستطيع أحد أن يرد عليه هذا التحدي، هذه أشد غرابة. ثم العرب كلهم شعراء وفصحاء، يعني ما هم ناس يعني فيهم فهاهة ولا فيهم عي، لا أبدا. ثم بعد هذا كله، ولذلك نحن عندما نقول القرآن هو المعجزة الكبرى نحن نقصد هذه المعاني أيها الإخوة، هذه معاني في غاية الدقة. ولم يستطع العرب أبدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وكل من أراد أن يأتي بمثل القرآن أو يعارضه يسقط في عين نفسه قبل أن يسقط في أعين الناس. فهذه هي المعاني التي نحن يعني يتحدى الله سبحانه وتعالى بها، فيقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم في شك من هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد فأتوا بسورة من مثله. طبعا هنا ذكر في البداية المناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها، حلو، وهذا منهج ممتاز عند الإمام البيضاوي، هذا من مزايا تفسير البيضاوي أنه يذكر المناسبات بين الآيات.
وهذه الفكرة استفادها من شيخيه من الكشاف الزمخشري الكشاف ومن تفسير الرازي، هذه يعني من الأشياء الظاهرة. ثم أيضا تكلم بعد ذلك البيضاوي في تعريف أو الفكرة في قوله عبدنا، وهذه أيضا لفتة بلاغية جميلة جدا. لماذا قال الله سبحانه وتعالى فأتوا بسورة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ولم يقل مما نزلنا على نبينا مما نزلنا على رسولنا، وإنما وصفه بوصف العبودية. هنا وصف العبودية في مثل هذه المواضع هو الدلالة على الشرف والتكريم، ولذلك لو لاحظتم أنتم أن الله سبحانه وتعالى قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواقف، فمثلا وصفه بالعبودية هنا في إنزال القرآن الكريم، وصفه بالعبودية في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فوصفه بالعبودية في عند نزول القرآن، ووصفه في العبودية في الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يريد أن يشرفه، ووصفه في العبودية عندما يقوم يدعو إلى الله في سورة الجن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذه مواصف مواطن شريفة جدا ويصفه بهذا الوصف، ولذلك أخذ الشاعر هذا المعنى فقال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا، فكوني دخلت تحت العبودية لله هذا شرف عظيم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا الشرف. طيب، فقال وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويها بذكره وتنبيها على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النقطة التي بعدها قال وقرئ عبادنا، يعني يريد محمدا وأمته، يعني وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبادنا، وهي قراءة شاذة. ثم انتقل البيضاوي فقال ما المقصود بالسورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. السورة ما هي السورة؟ أها، نرجع للمعنى اللي قلناه في أول الدرس وهو قضية التطور الدلالي، التغير الدلالي. السورة وش هي السورة؟ السورة عند العرب لها معنيان، المنزلة الرفيعة، ولذلك يسمون السور سورا لأنه مرتفع يحجز بين شيئين، ويسمون المكان الرفيع السورة، كما قال النابغة الذبياني في قصيدة أخرى غير التي استدل بها هنا ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، يعني أعطاك مكان عالي. فقال هنا والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات. هم يعرفون السورة في علوم القرآن فيقولون السورة هي الطائفة المترجمة وأقلها ثلاث آيات. وش معنى مترجمة؟ الطائفة يعني العدد المحدود يعني من الآيات، المترجمة يعني التي لها اسم محدد، مترجمة يعني مسماه باسم، سورة الأنعام، سورة البقرة، سورة الإسراء، النساء. ولذلك الزمزمي في منظومة عندما يقول في تعريف السورة قال والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة، هو ينظم هذا الكلام الذي ذكره البيضاوي في تفسيره، فيقول والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي يعني لها عنوان التي أقلها ثلاث آيات، وهي إن جعلت واوها أصلية، يتكلم عن الاشتقاق. السورة مشتقة من إيش؟ قال أنت بين خيارين، هل الواو في السورة واو أصلية ولا منقلبة عن همزة؟ طيب، إن كانت واوها أصلية فهي مأخوذة من المنزلة الرفيعة، ومنه قول النابغة ولرهط حراب وقد سورة في المجد ليس غرابها بمطاري، يعني لهم منزلة رفيعة. ويقول في البيت الآخر ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، يمدح فيقول ألم ترى أن الله أعطاك منزلة رفيعة كل الملوك يعني يتواطؤون عنها. طيب، قال وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن إلى آخره، يعني يقول السورة محددة، يعني سورة الإنسان مثلا محددة بعدد معين من الآيات، لها موضوع محدد، لها اسم محدد، إذا حفظها الواحد منا انتهى منها، خلاص حفظت سورة الإنسان انتهينا. قال وإن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السؤرة، يا شيخ ليست من السورة وإنما بالهمز، ولذلك المطبعة فيها خطأ، الطبعة فيها خطأ، من السؤرة بل هي من السؤر، السؤر وهو بقية الذي يشربه الإنسان في الإناء، ولذلك سؤر الهرة. وش هو سؤر الهرة؟ بقية الماء الذي تشربه، سؤر الهرة أو سؤر الكلب، لأنه بقية،
فنقول أن السورة لماذا سميت سورة؟ قالوا لأنها بقية قطعة صغيرة من القرآن الكريم فسميت بذلك. والصحيح أنها أصلها واوها أصلي وليست مبدلة من همزة. ثم ذكر فائدة جميلة وهي ما هي الحكمة يا ترى من تقطيع القرآن الكريم إلى سور؟ يعني سورة البقرة تلاحظون كم الفاتحة كم آية؟ 7 آيات. طيب تخيلوا يا شباب لو كانت سورة الفاتحة مثلا 70 آية ونقرأها في كل ركعة، يعني متى نخلص الصلاة؟ أليس كذلك؟ لكن لاحظوا سورة الفاتحة أول سورة في القرآن الكريم 7 آيات ونقرأها في كل ركعة. الذي بعدها مباشرة سورة البقرة 286 آية، سورة بعدها العمران 200، سورة النساء 176، ثم تأتيك بعدها المائدة 120، لكن آياتها طويلة وهكذا. شف ثم تأتي إلى المفصل، سمي المفصل لأنه كثير الفصل، بسرعة تخلص لك سورتين ثلاثة أربعة بسرعة. في آخر القرآن الكريم قصار السور. ما هي الحكمة من هذا التقسيم للسور؟ قال البيضاوي، ذكر كلام جميل، وهذا ترى الكلام الذي يذكره البيضاوي هنا قد لا تجدونه حتى في بعض كتب علوم القرآن التي تذكر تقسيم السور. قال والحكمة في تقطيع القرآن سورا إفراد الأنواع وتلاحق الأشكال وتجاوب النظم وتنشيط القارئ وتسهيل الحفظ والترغيب فيه، فإنه إذا ختم سورة نفس ذلك عنه كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى بريدا، والحافظ متى حذقها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظا تاما وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها فعظم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد. هذا كلام جميل جدا، أن فعلا تقسيم القرآن الكريم إلى سور هو فيه هذه الفوائد مجتمعة. فإنه تلاحظون بعض السور تنتهي مثلا بالنون، بعضها تنتهي بالميم، كل سورة من السور لها جو خاص. هذه قصيرة الآيات، هذه طويلة، هذه مليئة بالأحكام، هذه مليئة بالوعيد، هذه فتقسيمها إلى سور جعل فيها إمكانية للتنقل من سورة من معنى إلى معنى ومن جو إلى جو. ثم أمر آخر وهو تنشيط للقارئ، أنت إذا خلصت سورة البقرة تشعر براحة، ثم سورة الثانية تشعر أنك خلصت سورة، تحفظ جزء تحفظ جزئين وهكذا. فهذه فوائد عظيمة فعلا ما كانت لتكون لولا تقسيم القرآن الكريم إلى هذه السور. ثم زاد العلماء أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقسيما، فقسموا القرآن إلى أرباع وأحزاب وأجزاء، كل ذلك من أجل تسهيل القراءة وتسهيل الأوراد والأحزاب وغير ذلك من الفوائد التي يعني يستفيدها من يقرأ القرآن الكريم مجزاً على هذا النحو. طبعا هذه الآيات إن شاء الله، وهي آية التحدي، فيها كلام كثير ويعني فيها تفاصيل كثيرة، إن شاء الله نرجعها إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله نبدأ بها، وأذكر لكم أنا ترتيب هذه الآيات كيف نزلت ولماذا جاء التحدي بهذه الطريقة، وكيف كان القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن البعض الآن يقول أنا الآن لا أستشعر الإعجاز في القرآن الكريم، أنا ما أستشعر الإعجاز، لكن عندما تذكر له بعض الإعجاز العلمي ينبهر، في حين أنه كان ينبغي عليه أن ينبهر أكثر ببلاغته وبيانه. نتوقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.